فيروس كورونا يتفشى بوتيرة أسرع، فيما الأمال معقودة على سرعة توزيع اللقاحات والإقبال الشعبي على أخذها. وبلغة الأرقام، تسبب الوباء في وفاة أكثر من 1,900,000 شخص في العالم منذ ديسمبر 2019، في حين تخطى مجموع الإصابات 90 مليوناً، تعافى أكثر من 65 مليوناً منهم. فهل يطوي العالم قريباً صفحة الوباء؟ وماذا عن الموجات الجديدة وعن اللقاحات المتعددة؟ من مدينة تولوز الفرنسية، الباحثة في العلوم السرطانية في معهد تولوز الدكتورة أصالة لمع معنا الليلة في غرفة الأخبار. أهلا بك دكتور أصالة، دائما معنا. كيف تفسرون بداية أعداد الإصابات المرتفعة من حول العالم رغم البدء في إعطاء اللقاحات؟ وهذا السؤال المشروع اليوم اللي يطرحه كل شخص يتابع مسار أزمة كورونا من حول العالم. نحن بدأنا بحملات اللقاح، إنما يعني نحن نعرف أن الأمر ليس مباشرا، يعني لن نبدأ بالتلقيح بين ليلة وضحاها سوف نلاحظ تأثيرات اللقاح. هناك عامل أول، هو أن أصلا بعد أخذ اللقاح نحن نحتاج إلى مدة معينة لكي يصبح لدينا حماية يؤمنها هذا اللقاح. وهناك النقطة الثانية التي هي أننا نحن نعطي اللقاحات بشكل تدريجي، ولا نستطيع إعطاء اللقاح للجميع بشكل مباشر. وأيضا هناك نقطة مهمة، هي أنه انتشار الوباء يعني مرتبط، الدول مرتبطة ببعضها، ويجب أن ننتظر أن نتقدم في حملات التلقيح على مستوى العالم قبل أن نبدأ برؤية التأثيرات المباشرة على أعداد الإصابات. يعني حتى سمعت البعض يقول هناك بريطانيا التي توزع اللقاح، أو هي أكثر دولة متقدمة في توزيع اللقاح، ومع هذا لديها عدد إصابات عال جدا. يعني الأمران منفصلان تماما، نرددها دائما، يعني ليس هناك علاقة سببية. نحن بدأنا بإعطاء اللقاح، يجب أن ننتظر قليلا حتى يعني نبدأ بتوي هذه الموجة. وأول ما سوف نلحظه ليس بالضرورة انخفاض عدد الإصابات، لأنه نحن لا نعطي اللقاح للجميع، نحن بدأنا بالأكثر عرضة للمضاعفات. نحن نأمل بأن نبدأ برؤية تأثير على حالات الاستشفاء وتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية، وبعدها حين تتوسع حملات التلقيح نأمل برؤية طبعا تأثير على انخفاض الإصابات وانحسار هذه الموجة الحالية. من الملفت أن نتحدث عن اللقاحات في هذه الفترة، وأيضا في حديث عن أكثر من سلالة لهذا الفيروس، يعني بريطانيا تحدثت عن سلالة جديدة، عدد من الدول الأخرى أيضا كان في أخطاء متعلقة بسلالة جديدة في فرنسا، بعدها تم الحديث عن شيء مختلف سأعود لأسألك عنه. ما مدى خطورة دكتور لمع هذه السلالات الجديدة التي تكتشف اليوم؟ هناك يعني لغط كبير حاصل حول السلالات. يهمني أن أوضح أنه كما قلناها سابقا، هذا الفيروس تحور في السابق وسوف يتحور في المستقبل، هذه طبيعته. ومنذ بداية الوباء حصل كما قلنا سابقا أكثر من 20,000 طفرة في فيروس كورونا. متى تقلقنا الطفرات؟ تقلقنا حين يحدث أحيانا يعني عدة طفرات في الوقت نفسه بنسبة أكثر من الطفرات التي نشاهدها في العادة. يقلقنا أيضا أن يصبح شكل معين من الفيروس الحامل لهذه الطفرات منتشر كما حصل في المملكة المتحدة، ولذا نخاف أن يكون الفيروس اكتسب خصائص جديدة. إنما يعني الهلع حول هذه الطفرات ليس مبررا. اليوم أي دولة تقوم بسيكونسينج مكثف، يعني بفحص عينات المرضى والنظر إلى تسلسلهم الجيني، يمكن أن تجد متغيرات جديدة للفيروس. يعني اليوم سمعت الخبر مثلا في اليابان أنه هناك صحيح متغير جديد لدى أربع مرضى قادمون من البرازيل. طب إنه نحن لا نعرف حتى الآن أي خصائص عن هذا المتغير، هو ليس منتشر، هو موجود فقط لدى 4 أشخاص. ما الهدف من إعلانات كهذه؟ الإعلانات تثيرها لها. وهل تختلف الأعراض دكتور لمع؟ يعني اليوم في تساؤل كبير، إن تغيرت السلالة هل تتغير الأعراض أم إنه الفيروس فيروس هو نفسه؟ يعني اولا تحديدا ما يجب ان اقوله، نحن ليس هناك شكل واحد من الفيروس منتشر بشكل مطلق. هناك يعني متغيرات عديده منتشره. حين ناخذ اي عينه اليوم نقوم بسيكونسينج سوف نجد لديها طفرات مختلفه عن عينه اخرى. ما يقلقنا ان تكسب طفره او مجموعه طفرات الفيروس خصائص جديده تتعلق او بسرعه الانتشار
أو بقدرته على الإمراض وعلى إحداث عوارض جديدة. حتى الآن أي من المتغيرات التي حصلت لم تؤثر على قدرة الفيروس على الإمراض ولم تتغير العوارض التي كانت لدى المرضى. ما حصل في بريطانيا وإن كان لم يثبت بشكل علمي، وأصلاً يعني من الصعب نثبت بشكل علمي أن طفرة غيرت بقدرة الفيروس على الانتشار، واضح. إنما ما حصل في بريطانيا أن هذه الطفرة أصبحت يعني غالبة في منطقة معينة، وهذا يفترض أنها أعطت الفيروس بعض الخصائص التي سرعت انتشاره. طيب. إنما ليس هناك ولا أي معلومة حول تغير يعني قدرة هذه السلالات، وهي ليست سلالات، هذه المتغيرات على الإمراض. عن كثرة هذه المعلومات وما تصفينه بالشائعات حول هذه الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، نحن نتابعك يا دكتور أصالة على تويتر، ويعني لفتني قبل أيام حديثك أنه لا سلالة جديدة في فرنسا، تحدثت عن شيء يقال كلاستر، لا أعرف إن ألفظه بالشكل المضبوط. أود منك الليلة في هذه الحلقة أن تفسري لنا ما هي الكلاستر، وهل لها علاقة بفيروس كورونا؟ ما حصل في فرنسا أنه الكلاستر هو ليس له علاقة بالسلالات، الكلاستر هو يعني مؤشر وبائي إبيديميولوجيك، هو بؤرة وبائية، أي أنه لدينا نكتشف مجموعة من الحالات، يعني مجموعة من الأشخاص الذين هم مرضى والذين هم مرتبطين ببعضهم، يعني حصلت العدوى بينهم، وهذا ما نسميه ببؤرة وبائية. ما حصل في فرنسا، هناك يعني مراقبة جدا مكثفة في فرنسا لهذا المتغير البريطاني، هم متخوفون من انتشاره بشكل كبير ويقومون الآن بسيكونسينج أكثر من العادة لتقصيه. كان هناك كلاستر مقلق في منطقة معينة في فرنسا اسمها بريطانيا، هي مختلفة عن بريطانيا أيضا، أنا حصل أيضا لغط عن هذا الموضوع، هو قضاء في فرنسا اسمه بريطاني، كان هناك كلاستر أقلق السلطات وأعلنوا بأنهم متخوفون أن يكون هذا البؤرة الوبائية مرتبطة بالمتغير البريطاني. كيف؟ لأنهم أجروا فحوصات بي سي آر، ويعني المتغير البريطاني يعطي نتائج سلبية لبعض الجينات في فحص البي سي آر، وكان عند هؤلاء في هذه البؤرة الوبائية كانت فحوصات البي سي آر تشير إلى أنه هناك احتمال أن يكونوا مصابون بالمتغير البريطاني. قاموا بعدها بإجراء فحوصات مكثفة على أحد هؤلاء المرضى، ولم بإجراء يتبين يعني سيكونسينج تسلسل جيني، وتبين بأنها ليس المتغير البريطاني. هل هذا يعني أن هناك سلالة جديدة مقلقة في فرنسا؟ قطعا لا، هذا يعني أنه ليس المتغير البريطاني، لأنه كما قلت من قبل ليس هناك شكل واحد للفيروس منتشر واضح بشكل عام. إذن فقط لون الفكرة أنه هذا المتغير الذي اكتشف في هذا الكلاستر موجود في فرنسا منذ شهر أكتوبر، وليس لديه أي خصائص جديدة، يعني ليست ومن هنا ضرورة التأكد بطبيعة الحال من أي معلومة تصدر، وعدم يعني الخوف وإثارة البلبلة حول أي سلالة تطلق أو يتم الحديث عنها. دكتور لمع، أستفيد من وجودك معنا لنتحدث عن اللقاحات، أكثر من لقاح اليوم مطروح، بعض الناس لا يزال مترددا منها، هل تختلف اللقاحات من حيث النتائج اللي تتركها على جسم الإنسان، أم أن ذلك لا يزال يعني مبكرا الحديث عن، أم أنه التركيبة فقط هي التي تختلف هنا والنتائج تبقى نفسها تعطينا الحماية من فيروس كورونا؟ طبعا النتيجة هي نفسها، كل اللقاحات لديها الهدف واحد، هو إحداث تحفيز مناعي لكي لا يصبح لدينا ذاكرة مناعية تؤمن لنا حماية في حال التقطنا العدوى الحقيقية. جميع اللقاحات لا تعتمد التقنية نفسها، نعم. الفرق بين اللقاحات هو التقنية نفسها، إنما الهدف الأخير هو نفسه. اليوم أنا يعني كشخص أتابع المجريات العلمية أستطيع أن أفرق بين اللقاحات فقط بالنتائج العلمية التي نشرت عنها. نعم دكتور أصالة، يعني أعذريني على المقاطعة، يعني للأسف انتهى وقت اللقاء، أهم شيء أن اللقاح كلها تعطي النتيجة نفسها، وهذا تطمين للناس. شكرا لك على المشاركة من مدينة تولوز الفرنسية، الباحثة في العلوم السرطانية في معهد تولوز الدكتورة أصالة لمع، شكرا.